على بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من عاصمة الميادين لتعلن انطلاقة شوطنا الثامن، ثامن رموز هذا المساء، مع هذه الشعارات الكبيرة، مع هذه الاسماء القوية الحاضرة من اجل الشداد. و800 ألف درهم تنتظر واحدا من هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة في عاصمة الميادين. أبدأ في هذه اللحظات مع المركز الأول لأتابع التبر بشعار محمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري، يقدم لنا شعار. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الحضور والقدوم من هذا الشعار الكبير، هنا أدهم لأحمد بن مطر بن ماجد الخيلي يقدم لنا شعار مع ثاني الأسماء. المركز الثالث الحضور من نجد شعار الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم من ليث القادم بشعار ايضا في هذه اللحظات، سالم بن راشد بن غدير الكتبي يقدم لنا شعاره ويقدم لنا ليث. المركز الخامس الحضور من والم، ينضم في هذه اللحظات احمد بن حمد بن مبارك الشامسي، شعار بالرغش القادم في هذه اللحظات والمقدم لشعاره. النداء الأول للأسماء الحاضرة للشعارات المتواجدة، العودة من جديد إلى مقدمة الشوط إلى التبر. التبر ما زال مع المركز الأول محمد بن سالم بن محمد بن لوتية العامري. بن لوتية يبحث عن الرمز الغالي، يبحث عن الشداد المنتظر. الله يا سلام. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات أدهم مع ثاني المراكز، احمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيلي القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث نجد الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات ليث الحاضر هنا، شعار مرغم مع سالم بن راشد بن غدير الكتبي، يقود لنا ليث ويحضر مع حضور ليث في هذه اللحظات. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات من الطام القادم من الجانب الايمن هناك، اتابع الاسم الحاضر، اتابع الشعار القادم. كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن الفوز. يتقدم شعار مطر بن علي بن علوان الكتبي، ياتي في هذه اللحظات جشمير القادم في هذه اللحظات. من يتقدم ويحضر في هذه اللحظات؟ يا سلام يا سلام، جمشير القادم. جمشير يتصدر من اجل الرمز الغالي، من اجل الشداد، من اجل الشداد. روح للناموس، روح للرمز، روح للرمز يا مطر، يا بن علي، يا بن علوان الكتبي. الكيلو متر الاخير، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو الكبار، كيلو العمالقة. الله يا رجل كل الأمتار ورجل آخر الأمتار. وهذا الشعار القادم يتقدم أدهم أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. الله الحضور، حضر في هذه اللحظات راي أحمد بن نصيب بن لويع العامري، ولم يتحرك لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي.
الشهرين القعدان من اجل الرمز من اجل الشداد، ولكن نعود الى الصدارة الى الصدارة الى جشمر. الله يا شاب القادة في هذه اللحظات، الرهاوي عبد الله بن نايع بالشاوي الغفري والقادم ايضا، ولكن رجل الابتار الاخيرة رجل الابتار الاخيرة احمد بن مطر بن ماجد الخيلي، هذه امتاره هذه امتاره، راح للشداد راح للشداد الى رماح الى رماح. سلام يا الخيلي سلام يا رجل الامتار الاخيرة ورجل كل الامتار الخيلي الى هالي رماح الشداد. المركز الثاني جمشير لمطر بن علي بن علوان الكتبي، والمركز الثالث من احتل المركز الثالث كان هناك سكر محمد بن سعيد بن حلوى الكتبي، والمركز الرابع متعب لسالم بن علي بن خميس العويسي، وخامسا كان حضور راهي لاحمد بن نصيب اللويع العامري. تانينا والناموس لمالكي، هذا الشعار من خطف ناموس هذا الشوط وخطف رمزي هذا الشوط، ادهم لاحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. توقيته 7 دقائق 21 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثاني شعار مطر بن علي بن علوان الكتبي 7 دقائق 21 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان سكر لمحمد بن سعيد بن حلوى الكتبي 7 دقائق 22 ثانية بالوفاء والتمام. ورابع المراكز توقيته 7 دقائق 22 ثانية وجزئين من الثانية كان حضور متعب لسالم بن علي بالخميس العويسي، وخامس الأسماء 7 دقائق 23 ثانية بالوفاء والتمام. من احتل المركز الخامس كان راهي لأحمد بن نصيب بن لويع العامري. تانينا والناموس لجميع الفائزين.